شو بتقول الأفلاك لمواليد الجوزاء بالأسبوع الأول من شهر آب أغسطس 23؟ عزيزي، بتبلش الشهر مع وعد فلكي باحتمال إنجاح خطة لإلك وتحقيق انتصار بالعمل، وهالشي بأول 3 أيام من هالشهر، خاصة الأربعة 2 والخميس 3. سجل أنه عندك بهاليومين نجاح أو انتصار أو فرح معين، بس هالنجاح يمكن يكون له بعض المعوقات أو يولد عند الأطراف الأخرى أو أطراف فاعلة أيضا نزاعات، أو يمكن يصير عندك بعض هيك الشوائب مع زميل لإلك. بدك تنتبه من صدام مع حدا نافذ جدا، حاول انك تبتعد عن اي اتصال معه بهالوقت. الوضع مش منيح امتين، الجمعة 4 والسبت 5. اذا بين الجمعة 4 والسبت 5 لازم تعرف انه هاليومين بيعاكسوك شوي، مطلوب منك التعامل برقة ودبلوماسية، تمرق الاشياء، يعني تتغاضى شوي، لأنه كوكب ميركور هو كوكبك بعكسك بهاليومين. يعني بمعنى آخر، بلا عنتريات يا عزيزي، ميركور والقمر بالحوت، هيدا يعني سوء تفاهم ويعني إرباك. من المحتمل أنه يعقد اجتماع اعتبارا من الأحد 6 ويضل للأربعة 7 لمناقشة بعض الأوضاع، بخبرك عنه الأسبوع الجاي.